الا عند انت بتتكلم على الدبابه المركبه حاجه يعني لا يمكن حد كان يقرب لها، لا يمكن كان حد يفهمها. انما في النهايه ما حدث اليوم، الجيش الاسرائيلي هو جيش بلا عقيده. الناس ديت يعني يبدو كده انها ترفض انها تدافع لانها مش ارضها، هي سرقة الارض دي. وبمناسبه السرقه لو سمحتم انا عايز استرعي انتباهكم لموضوع انا ملاحظ ان انتم مش واخدين بالكم منه. يا جماعه الفلسطينيين دول بيعملوا مقاومه. عارفين يعني ايه مقاومه؟ دول ناس، عشان بس نفتكر الحكايه من الاول، دول ناس بتحاول تسترد ارضهم. ده الشعب الوحيد اللي محتل في العالم، في العالم كله. فاللي بيعملوه ده عشان بس ايه؟ في ناس بره يقول لك ايه؟ هو مين اللي ابتدى؟ هو مين اللي اعتدى؟ ابتدى واعتدى ايه؟ ده هو اصلا دلوقتي بيحاول يقاوم. هو شعب مقهور، شعب غلبان، شعب طول السنة بيتبهدل، طول الوقت عنده مشاكل، طول الوقت مش عارف يصلي في الجامع بتاعه، طول الوقت مش عارف يتنقل بين أرضه، طول الوقت مش عارف ياكل. طب النهاردة في دولة في العالم يا جماعة أو منطقة في العالم الكهرباء بتاعتها في إيد بلد تانية؟ النهاردة الإسرائيليين قال لك إيه؟ قال لك أنا هطفي عليهم النور، الكهرباء عندي. الناس دي عايشة تحت رحمة من لا يرحم، من لا يرحم. ولذلك اللي حصل النهاردة مهين بكل المقاييس. هم ما كانوش متخيلين ان شيء زي ده ممكن يحصل. وطبعا الأيام القادمة، وأرجوكوا اسمعوني وابقوا حاسبوني، سيؤثر على هذه الأرض وهذه المنطقة ومناطق أخرى. انت عندك ممكن يبقى في مشاكل في مناطق أخرى، فأنا بقول لحضراتكم بس إيه اللي ممكن يحصل وإيه الحكاية وإيه الموضوع. مرة تانية مصر بتعمل اتصالاتها. مصر النهاردة على الأقل سامح شكري متصل بسبع تمن وزراء خارجية. رئيس الفرنسي كلم رئيس عبد الفتاح السيسي. كل الناس بيكلموا الرئيس. لو سمحتم شوفوا حل، شوفوا حكاية. ولكن الإسرائيليين قرروا إنه مش هيبقى فيه برج واحد في غزة. بيعملوا حاجة عجيبة جدا، يروحوا يتصلوا بالناس اللي في البرج ويعدوا عليهم ويقولوا لهم على فكرة إحنا هنهد البرج ده. النهاردة ابتدوا، ورغم يعني دي ممكن تتخيلها رمزية ويعني إن هم ما يقصدوش، بس يقصدوا استهدفوا برج فلسطين، إنه برج فلسطين ده يتهد. وبالفعل قالوا للناس قبلها بخمس دقايق إحنا هنهد البرج ولازم تطلعوا من البرج، وتم هدم البرج بالاف 16 وبالاباتشي وجابوه كله الارض، سووا الموضوع كله بالارض.